المدرسة. تاتاتا، ازيك يا خوخة؟ ايه كل الحاجات دي؟ ازيك يا فلفل؟ انا بوضب شنطة المدرسة وعايزة اختار حاجات المدرسة بس عشان احطها في الشنطة. دي حاجة بسيطة جدا يا خوخة، وبما اني خبير في حاجة المدرسة فانا هساعدك تختاري الحاجات اللي المفروض تاخديها معاكي. اتفضلي يا خوخة. ها؟ ايه ده يا فلفل؟ دي زعانف. هعمل ايه بالزعانف في المدرسة؟ عندك حق، الزعانف دي بنستعملها في البحر واحنا بنعوم. طيب ايه رأيك في دي؟ متهيالي كويسة في المدرسة. كراسة، اكيد هاخدها معايا المدرسة عشان اكتب فيها. هحطها هنا. استني يا خوخ استني، خدي دول كمان. ايه دول يا فلفل؟ جردل وجروف. انت عايزني اروح المدرسة بجردل وجروف؟ لا طبعا يا خوخة، دول هحطهم مع حاجة البحر. جردل وجروف. ايه رأيك تاخدي القلم ده؟ قلم فعلا، وكمان استيكة. لازم طبعا اخدهم معايا المدرسة، اكتب بالقلم وامسح بالاستيكة. خوخة خوخة خدي دي يا خوخة. ايه دي يا فلفل؟ دي عوامة جميلة صح؟ ايوه، بس اكيد مش هروح المدرسة بعوامة يا فلفل. ليه؟ هعمل بالعوامة ايه في المدرسة يعني؟ دي حاجة البحر. فعلا فعلا، لكن اكيد علبة الالوان مهمة في المدرسة صح؟ علبة الوان جميلة جدا. فعلا يا فلفل، دي كمان هحطها معايا في حاجة المدرسة. وخدي دي معاها يا خوخ. دي نظارة بحر يا فلفل. ايوه ما انا عارف، وعشان كده هحطها مع حاجة البحر. دي انا كده مستعدة للمدرسة، معايا كراسة وقلم واستيكة والوان. هايل، وانا كمان مستعد. مستعد لايه يا فلفل؟ انت معاك عوامة ونظارة بحر وجردل وجروف وزعانف، هتعمل ايه بالحاجات دي في المدرسة؟ انا مش رايح المدرسة يا خوخة، انا رايح البحر. انا بحب قوي اقعد العب في البيت. اكتر لعبة بحبها هي لعبة المكعبات، بحب أبني بيها بيوت. أنا لما أكبر نفسي أبقى مهندسة علشان أقدر أبني بيوت حقيقية. أنا كمان بحب ألعب بالطيارة الورق، بحب أشوفها وهي طايرة في السماء. نفسي أعرف الدنيا شكلها إيه من فوق عند الطيارة. ممكن أسوق طيارات لما أكبر وأروح بيها بلاد كتيرة. ده أنا كمان ممكن أطلع الفضاء وممكن أبقى رائدة فضاء وأقدر أدور حوالين كوكب الأرض بشوفه من بعيد. زي ما قلت لكم انا بحب العب واعمل بلعبي حاجات كتير، خصوصا لما اكبر. كلنا عارفين ان الاستاذ بوق انتقل لمدينة ابو تيك والف احلى موسيقى ممكن حد يسمعها. ياه، البوق النحاسي كان مبسوط. هايل، رد الاستاذ بوزق. ياه، قالت الانسة ابوة. اصيل، والطبل قال كانت موسيقى الاستاذ بوق مدهشة لدرجة ان كل الناس اتمنوا انه يعزف مع فرقة المدينة، وفعلا عزف. بس لما عزفت الفرقة أغنيتها ما كانتش حلوة أبدا بصراحة، كانت وحشة. هنكمل. وحش صوته يا. يلا نكمل، أنا ما سمعتش حاجة غلط. وفعلا عزفوا كمان وكانوا أوحش.
اسمعوا، كفاية كده، أوحش من الأول. يا أستاذ بوق! بس فعلاً الأستاذ بوق استمر في العزف. يظهر إنه مش سامعنا. لو سألتني ما يتهيأليش إنه سامع. اسمع يا أستاذ بوق، ما يتهيأليش إنك بتسمع. أنا آسف، يظهر ما كنتش سامع. في الحقيقة الأستاذ بوق عمره أبداً ما سمع أي حد، ولو عايز تعزف موسيقى حلوة مع أي فرقة لازم تسمعهم. الأستاذ بوق وعد إنه هيبقى يسمع دايماً على طول، والحد دلوقتي بيعزف مع فرقة المدينة وبيعملوا موسيقى مدهشة لحد النهاردة. أنا تاني أثبتت صحة آخر تجربة عملتها من شوية، اتبليت أكتر من الأول بكتير. أيوة، ودلوقتي هعمل تجربة جديدة وأشوف إذا كنت هتبلي أكتر من الأول ولا لأ. نوني، وطي صوتك شوية. بحاول أسمع حاجة. هي إيه؟ مش سمع حاجة غير المطر. هو ده اللي بسمعه بالظبط، صحيت مخصوص علشان أسمعه. انت بتسمع صوت المطر؟ نوني، انت وقفت طول الوقت ده في المطر من غير ما تسمعي صوته؟ بيتهيألي. مستحيل يا نوني، طرطقي ودانك كويس وحاولي تسمعي، لازم تنسجمي مع الطبيعة. ها؟ سمعته دلوقتي، صوت جميل فعلا. ده صحيح، دلوقتي اسمعي المطر وهو بيخبط على التندة. ياه، ده مدهش. ايوه. ودلوقتي ركزي بودانك على صندوق المهملات. مش برضو تستاهل؟ ودلوقتي يا نوني. ايوه. حاولي تسمعيهم كلهم سوا، صوت المطر وتخبيط المطر على التندة وتخبيطه كمان على صندوق المهملات. حاولي تسمعي. حاضر. طيب، ووه، سمع اللي بيحصل، الطبيعة عاملة سيمفونية. تحفة. شوية، ليه
أنا اسمي حسنين ودول عيلتي. إحنا ساكنين في مدينة القصر في الدخلة. أبويا قال لي إن مدينة القصر قديمة جداً جداً، فيها حاجات من حوالي 2000 سنة، وقال لي كمان إن جدودي كانوا ساكنين هنا في نفس البيت ده من 200 سنة. أكتر حتة بحبها في القصر هي الساقية، علشان هادية ودايماً أجي أذاكر هنا. الطاحونة بقى دي أحسن مكان نلعب فيه أنا وصحابي. أو نلعب استغماية في المحكمة. أول ما تميت 10 سنين ابتديت أروح يوم الجمعة وفي الأجازات الفخورة مع جدي، أتعلم الفخار زي أبويا وجدي وكل جدودي. وبعد ما خلص أروح لصاحبي محمد اللي بتعلم الحدادة. نروح ناخد أحمد اللي بيتعلم النجارة. واحنا رايحين نلعب بنعدي في طريقنا على اخواتنا البنات وهم بيتعلموا يمسكوا برانيت وشنط بجريد النخل. يلا يا نوسة عشان هننام. أسفة يا بابا. Thank you.
صباح الخير يا خوخة. صباح النور يا نورة. أنا راح ألعب بالكرة في الجنينة، تيجي تلعبين معايا شوية؟ أنا بحب ألعب كرة جداً، بس عايز أعمل الواجب الأول. ممكن بعد ما أخلص أجي ألعب معاك، ماشي؟ طيب يا خوخة، مستنياك. أرسم إيه؟ أرسم إيه؟ أرسم أصحابي وهما بيلعبوا بالكرة. إيه رأيكم؟ بس بيتهيألي ناقصة حاجة. أرسم فيها إيه كمان؟ أرسم إيه كمان؟ أرسم إيه كمان؟ إزيك يا خوخة؟ أهلاً يا فلفل. أنا رايح أخترع اختراع مهم جداً، تحب تيجي معايا؟ اختراع إيه يا فلفل؟ زي ما أنت شايفة أشعة الشمس النهاردة قوية جداً، عشان كده أنا عايز أخترع أكبر شمسية في عالم سمسم عشان تحمينا من أشعة الشمس. فكرة هايلة يا فلفل، لكن أنا عندي واجب ولازم أخلصه الأول، وبعدين هاجي أساعدك في الاختراع على طول. هايل يا خوخة، هستناكي. ها؟ فلفل خلاني أفكر في حاجة تانية أرسمها في الرسمة بتاعتي. إيه رأيكو؟ ها؟ رسمت الشمس كبيرة فوق الجنينة اللي صحابي بيلعبوا فيها، لكن برضو ممكن أرسم حاجة كمان. ازيك يا خوخة؟ ازيك يا نمنم؟ انا رايح اكل العصافير، تحب تيجي تاكليهم معايا؟ انا فعلا نفسي اكل العصافير معاك يا نمنم، بس الاول عايز اخلص الواجب. طيب، بس بعد ما تخلصي الواجب تعالي ناكل العصافير سوا. حالا. هستناكي. طيب. نمنم هياكل العصافير. انا ممكن ارسم عصافير كمان في الرسمة. ايه رأيكو؟ كده الرسمة بقى فيها صحابي وهما بيلعبوا بالكرة في الجنينة، وشمس كبيرة، وعصافير كمان. كده انا خلصت الواجب، ودلوقتي ممكن اروح العب مع صحابي. بس هروح العب مع نورة في الجنينة ولا هساعد فلفل في الاختراع؟